اعتقد الاهلي حصل على بطولة الدوري 41 مرة. كابتن حسن الشاذلي رحمة الله عليه هو الهداف التاريخي للدوري المصري. يعني ممكن 7 اعتقد 8 يعني ممكن يكون حد في وصل للرقم 8 في المواسم الاخيره دي يعني. اعتقد 9 6 مرات. 3 لاعبين صلاح مجدي عبد الغني وحد من الجيل القديم او في الثلاثينات او الاربعينات. الهداف التاريخي للنادي الداخليه حسام باولو. ده بتاعنا بقى 10 11. اول بطل للدوري المصري هو النادي الاهلي. اعتقد كان غزل المحله اول ماتش وتعادلنا فيه 1-1.